يا قلبي خل الحال يمشي على حاله أترك جميع الأقوال واسخى لما قالوا لمحة فلا تعجل وما أن صبروا نالوا يأتي الفرج في الآن للعبد من مولاه الحزن والسلوى كلهم بإذن الله واصبر على المحال حتى يفرج الله أحكام مقضية حكم الإله محتوم واصبر عما بيا والحزن ليس Merci beaucoup.